هل تعلم إن نصف عدد سكان العراق هم من فئة الشباب دون سن 21 سنة؟ وإن العدد الكلي للسكان وصل في العام 2020 إلى 40 مليون، ليكون بذلك قد تضاعف 3 مرات منذ العام 1970. وإن هذه الملايين المتنوعة قومياً ودينياً تعيش على مساحة تبلغ 438,000 كيلومتر مربع. والعراق يطل على الخليج العربي ويتجاور مع 6 دول، ويمتلك العديد من الجبال والوديان والسهول والهضاب والكهوف التاريخية مثل كهف شاندر الذي اكتشف فيه بقايا إنسان نياندرتال. وهو دولة جمهورية برلمانية اتحادية فيه لغتين رسميتين، العربية والكردية والعديد من اللغات الأخرى كالسريانية والتركمانية، ويشكل نهري دجلة والفرات شريان الحياة في البلد. وتلعب الزراعة وتربية الحيوانات دوراً أساسياً في حياة العراقيين إلى جانب النفط، إذ يحتل العراق المركز 8 على مستوى العالم في إنتاج وتصدير النفط. المقام العراقي. المقام العراقي هو نمط غنائي موسيقي جاء تماشياً مع عادة العراقيين في التواصل واللقاء والاتحاد فيما بينهم، فحوي المقام العديد من التراكيب عالية التنظيم وشبه المرتجلة والتي تراكمت عبر السنوات الطويلة، وهي تراكيب تأملية وإيقاعية تغنى بالعربية الفصيحة وبالعامية. الطعام العراقي. الأكلات العراقية متنوعة جداً كالقوزي والدليمية والكليتشة والدولمة وغيرها، ولكل منطقة طريقتها في تحضير هذه الأكلات التي تحمل نكهة العائلة والاجتماع وطابع الوليمة الذي يقتضي تناول الطعام مع الآخرين، خاصة وإنها تحتاج إلى الوقت والجهد لإنجازها، فكل واحدة من تلك الأكلات تفرض نفسها كمناسبة لاجتماع أكبر عدد من العائلة أو الأصدقاء أو الجيران. لذلك سيكون من الطبيعي أن تلاحظ صحون البرياني والباتشة والقيمة بالتمن والإزلابية وغيرها تنتقل من منزل إلى آخر. ولكل هذه الأكلات تنويعات يبتكرها الأهالي في كل منطقة ويفاخرون بها ويشاركونها مع غيرهم، لتتوفر في كل منطقة من العراق أكلات كل المناطق جنباً إلى جنب مع الحلويات والكبب بأنواعها الكثيرة. ولا بد أن يجتمع الكل بعد هذه الوجبات الطيبة على استكان شاي ثقيل تدور على إيقاعه الحكايات والنوادر. التماسك والوحدة تعني الازدهار ومستقبل أفضل للجميع.